بسم الله الرحمن الرحيم.
فماذا نزرع في دنيانا لهذا الغد قريب؟ ماذا نزرع في غد قريب في الدنيا؟ أنزرع فيها الكراهية بين الناس أفرادا وبين الشعوب، خاصة في زماننا هذا الذي يتهم فيه المسلمون بأنهم إرهابيون وبأنهم يدعون إلى العنف وأنهم يكرهون الناس. بالعكس، المؤمن يحب الخير لنفسه ويحب الخير للناس. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، كرمك الله عز وجل، فأنت إما تعمل وفق هذا التكريم الإلهي، وإما تعرض عنه وترضى بحياة حيوانية دوابية غابوية يأكل فيها القوي الضعيف. Asi.